بخصوص بيان نقل عن الجيش المؤيد للثورة أحمد، وقيل بأنه يقول فيه بأنه تم رصد مكالمة بين الرئيس وابنه ويأمر بقصف القوات الموالية للثورة، هل من تفاصيل أكثر؟ الحقيقة أبو صمد، هذا البيان يعني صدر، هو بيان رسمي صدر باسم الفرقة الأولى مدرع الجيش المؤيد للثورة الذي يقوده اللواء علي محسن. قال هذا البيان الرسمي بأن هناك ما يعني يسميه بمكالمة التقطت بين الرئيس صالح وبين نجله وأخوه غير الشقيق، ويقول أن هذا الاتصال يحوي ما يقول أن الرئيس صالح يريد أن يدمر هذه المنطقة. تفاصيل كثيرة في هذا السياق مع الضيف كريم في هذا اللقاء، سأستأذنكم وأستأذنه في أن نستمع إليه صوتا في البداية قبل أن تشاهدوه، ومن ثم نبدأ الحوار. دمروا ساحة الاعتصامات، اقتلوا النساء والأطفال، دمروا الفرقة الأولى مدرع، احرقوا الحصبة. هذا شعب جبان خائن خواف، سنواجهه بكل ما أتينا من قوة. دمروا كل جميلة في هذا الوطن. مشاهدينا الكرام، كما استمعتم إلى الصوت، دعوني أرحب في البداية في هذا اللقاء بالشاب عيسى حسن العذري من شباب اليمن والجمهورية اليمنية. مرحبا بك أخي عيسى. طبعا على أساس يفهم المشاهدين، لا نقدم اليوم هذا اللقاء وعيسى لإبداء الإعجاب، وإن كان ذلك بموهبته في تقليد الأصوات شيء مثير للإعجاب لدى الكثير، لكن لأن الموضوع دخل في مرحلة إحساس عيسى بالخوف والخطر، مع خوف على الوطن وعلى البلد، والخوف من قوى شعر في لحظة ما أنها قد تدخل البلاد إلى في مربع عنف لن ينجو منه أحد. سأترك عيسى يتحدث، ما هي حكايتك يا عيسى؟ صراحة إن حكايتي أننا طلعت إلى ساحة الجامعة قبل شهر، فوصلت إلى، وحينما وصلت إلى ساحة الجامعة دخلت في مشاركات في إيدا مسرحيات، وأنا أقلد في دور الرئيس في خطاب، وبرضو أنا في خطابات منتشرة وأنا أقلد صوت الرئيس في الساحة وأخاطب الشباب وكذا. فأنا اشتهرت في الساحة وكذا مع بعض الشخصيات، وحتى إن تصادقت مع بعض من الشخصيات العساكر أفراد الفرقة أو مع ضباط آخرين، فكنت كانوا يتواصلوا معي أن أتي إليهم ونتغدى نخزن وهكذا. فجاء كنت أروح هناك في شكل مستمر إلى الفرقة، فيوم جيت كذا فجأة وجيت ورئيس العمليات حق علي محسن كان موجود وبعض من المرافقين حقه وبعض الشخصيات والضباط، فقلت الرئيس أمامهم وكذا وكذا، فكان يقول لي تمام والله عندك موهبة عظيمة وكذا وكذا، هذا رئيس العمليات كان يقول لي عندك موهبة عظيمة وإن شاء الله إنك تتواصل معنا بشكل مستمر وإحنا نتعاون معك وكذا وكذا. فأنا كنت أجي عندهم بشكل مستمر. في نفس هذيك اليوم عندما التقيت في قائد أركان حرب اللواء علي محسن، كان حرب ولا في العمليات؟ رئيس العمليات. تعرف إنه هذا رئيس العمليات؟ رئيس العمليات، لأنه بعض الأفراد قالوا هذا رئيس العمليات وإنه شيء يندك بالفرقة، قالوا شيء سيضيفك إلى الفرقة ويجنيدك بأسهل وقت وكذا وكذا، رئيس العمليات. وبعدين
هو هذا رئيس العمليات يا الشميري، نهاية اللقب حقه الشميري، يا عبد الغني الشميري، يا عبد العزيز الشميري كذا. المدرس العمليات رئيس العمليات. بعدين بعض من الضباط اللي كانوا تبعه وكذا قالوا لي، انا كنت انا من قبل كنت اتواصل مع بعض الناس، كانوا يدوا لي اتصلوا لي خلوني اتصل بناس واتحدث معهم بصوت الرئيس. الو السلام عليكم، كيف ابناء الوطن، كيف الامن والاستقرار؟ هاي كانت كذا. وبعدين ذيك اليوم ادوا لي مكالمه قالوا اتصل في هذا بس وتحدث، قل اضربوا الفرقه، احرقوا الساحات، قتلوا النساء والاطفال، رجال ونساء في الحصبه، في دمروا الحصبه، دمروا الفرقه، سنواجههم بكل ما أتينا من قوة حتى آخر قطرة من دمائنا بصوت الرئيس. هذا الشعب جبان خائف، شعب لا يعلم قوة الرئيس وكذا وبعض ال وحينها أديتها أنا كذا بس ما جاوبنيش أحد أو كذا في التلفون. فأنا تحدث عندما قدوا لي المكالمة هذه، اتصلت قلت دمروا احرقوا الساحات، احرقوا ساحة الاعتصام، اقتلوا النساء والأطفال، شباب وشابات، شيوخا وعقلاء، أطفال وأمهات، احرقوا الفرقة الأولى بدرة، اضربوها، اقصفوها، احرقوا الحصبة، دمروها، سنواجه هؤلاء بكل ما اوتينا من قوة حتى اخر قطرة من دمائنا، دمروا كل جميل في هذا الوطن، هذا شعب خواف جبان خاف لا يستطيع مواجهتي، وانا سأواجه التحدي بالتحدي. وهكذا أديت هذه المكالمة. وبعدين مرت الأيام وأنا في الساحة فأسمع بعض الأخبار أن الرئيس التقطت له مكالمة، أنا الذي قمت في هذا الاتصال وأنا الذي فعلت هذا، وكوني أنا شعرت في ذنب أني أعرض الرئيس والنظام، وكون الرئيس يوجد شعبية يدخلون في مربع العنف والشباب والشعب وكذا وكذا، ان الرئيس يوجه، فهذا الرئيس لا وجه في هذا الكلام ولا تحدث به، لانه انا اقول ان الرئيس ما تحدث في هذا الكلام لانه انا الذي تحدثت به، انا اننا الان انا اديت امام الله سبحانه وتعالى اننا قمت في تسجيل مكالمه بصوت الرئيس، وكون هؤلاء استغلوها وقالوا انه على الرئيس، فانا جيت الى هنا انفي. واضح، وهذا شعور وطني. فجيت انا الى هنا اوضح انه انا الذي اتصلت وابرر فخامه الاخ الرئيس، انه ليس الذي قام بالاتصال، ابرئ لانه انا الذي فعلت هذه المكالمه. نعم. دمروا كل جميل في هذا الوطن، احرقوا ساحة الاعتصام، شعب جبان خائف. لكن انسق بعض بعض كانوا ينسقوا معي بعض الفنانين او المبدعين في الساحة مثل محمد الأضلعي، هذا انا كنت منسق معه ان احنا نفعل مسرحية بصوت الرئيس او خطاب نعرضه او خطاب تسجيل صوتي بصوت الرئيس ويتم عرضه بسهيل او شباب. البندم لو سمحت سلمنا الله هي بعد ما تسلمت توقف سرمان الجايده. صراحه تسلمت عين الحي. قصدي عين راح لابد من نفس الوقت انا بقول انها تظل ديمقراطيه في هذا الوطن. اي انت ما هذا فضل جبر ودك يا وسخ. ما بقول وسخ. انا ما عرفني ذنب. ما حتى يجي لك حاجة تنزل لك راح تصور اصلا.
اتمنى ان اكون يا علي وانا اتوكل. وقنع الله وزعلك يا اخي لو نغاية الرحال وعيدوا لي جايزة من مثل نجي لك اطحان جايزة زعلك رجالا ونساء شباب وشابات شيوخ وعقلاء أطفال وأمهات لا سلام على أريد أقول أني أريد أقول لكم أنه تم إعادتي من المملكة العربية السعودية الشقيقة أنه تم إعادتي من المملكة العربية السعودية الشقيقة حتى أستكمل دوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات في ساحات التقرير، أبناء شعبنا اليمني العظيم، رجالا ونساء، شباب وشابات، شيوخا وعقلاء، أطفال وأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إلى الرجال الأوفياء، تحية إلى الشرفاء المخلصين في هذا الوطن. وكما حبيت بأن أخاطب وأناشد كل الشباب الذين ما زالوا في ساحات التقرير العودة إلى صوابهم. هؤلاء أحزاب اللقاء المشترك وأولاد الأحمر وميليشيات الفرقة الأولى من درع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر والإخوان المسلمين التابعين لعبد المجيد الزنداني على ألا يجعلون الشباب دروعا بشرية. هؤلاء الشباب أبناؤنا وإخواننا، إذا كان لديهم مطالب فالأخ الرئيس مستعد ينفذ كل المطالب، لكن مع الأسف أحزاب اللقاء المشترك جعلونا هؤلاء الشباب مدرجات للوصول إلى السلطة بفتح أنهار من الدماء وقوافل من الشهداء. فأنا أقول لهؤلاء الأحزاب، إذا كانوا تريدون السلطة ائتونا عبر صناديق الاقتراع بإشراف دولي خارجي ومحلي، لا تريدوا أنتم يا أحزاب اللقاء المشترك لا تريدون السلطة إلا عبر الفوضى وإشعال الحرائق وإخافة السبيل وإغلاق السكينة العامة وقطع الطرقات والاعتداء على الرجال. لكنني أدعي كل الشباب العودة إلى صوابهم، يعودون إلى منازلهم إلى أعمالهم، ولا يجعلون أنفسهم شهداء الدفع المسبق بألف ريال. فتحية لكل الشرفاء المخلصين أينما كانوا، المتعلمين المتثقفين رجالا ونساء، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.